بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. بإذن الله اليوم هنتكلم في سلسلة الكلينيكال أناتومي of the urinary system، وهيبقى حديثنا اليوم إن شاء الله على الكلينيكال أناتومي of urinary bladder and urethra. احنا هنحاول نستجمع بعض الحاجات اللي فاتت مننا، ماشي، في الصورة المجمعة اللي قدامنا ديت. ادي صورة اليورينال بلادر والاناتومي بتاعها، سواء ايبكس سواء بيز سواء لاترال انجل، ماشي، سواء نيك اوف ذا بلادر والانتيرور بتاعها من جوه. وهنا بنعيد برضه او بنذكر نفسنا باليوريثرا والبارتس بتاع اليوريثرا اللي هي بري بروستاتيك بارت، بروستاتيك بارت، ممبرينس بارت، اسبونجي اي بارت، ماشي. وكل ديت هتمشي معانا في الكلينيكال اناتومي بتاعنا. فاحنا بنعمل تذكره خفيفه كده، من ضمن الكلينيكال اناتومي عندي هشتغل على اليورينري بلادر. اما اجي اشتغل على اليورينري بلادر ازاي بلبيت اليورينال بلادر، في بعض الحاجات اللي هنتكلم عنها كلينيكال. الصوره ديت البلبيشن بتاع اليورينال بلادر، سواء بير ريكتال او بير فاجينال اكزامينيشن لليورينال بلادر. وهنا الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي، ادي اليورينال بلادر بنعمل لها اسبيريشن، فبنقول ديت سوبرا بيوبيك اسبيريشن. وبنتكلم بعد كده على المنظار اللي هنعمله لليورينال بلادر، سواء ريجيد سيستيسكوبي او فليكسبل ايه سيستيسكوبي. ودي كل المحتويات اللي هتمر معانا ان شاء الله في خلال لقائنا اليوم. هنركز كده وبسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونحاول نغطي النقاط الاتيه، سواء الاناتومي سواء البلبيشن. في عند مواضيع مهمه ناخد فيها لمحات بسيطة، البلادر ديستنشن، اليورينري ريتينشن، السوبرا بيوبيك اسبيريشن، سيستيسكوبي، بلادر انجري، ديفيكالت ويز ميكتيوريشن افتر سباينال كورد انجري، عندنا الميل يوريثرا، بعد كده اليوريثرال انفكشن، بعد كده انجريز اوف ذا بينس، رابشر لليوريثرا، كاسترايزيشن، والاناتومي بتاع الكاسترايزيشن ازاي هنعمله، والفيميل يوريثرا واليوريثرال انفكشن واليوريثرال انجري والكاسترايزيشن. يا موفق يا رب. ناخد نفسنا، ناخد نفسنا. هنتكلم على السوبرا بيوبيك اسبيريشن. يعني ايه سوبرا؟ يعني فوق، بيوبيك السيمفيز بيوبس، اسبيريشن هسحب من ايه؟ من اليورينال بلادر. طيب سوبرا بيوبيك اسبيريشن يعني البلادر مليانه، السوبيرول وول بتاعها اترفع او ذا بيلفيس طلع بره، البيلفيس طلعت بره، ما هي ديستنشن وكبرت وطلعت بره، والبيلز اوبروتينيوم اوف ذا بوستيريور سيرفيس على الانتيريور ابدومينال وول، وطلع الايه البروتينيوم بعيد. ها امتى اعمل بقى سوبرا بيوبيك اسبيريشن؟ في الحالات الحاده السوبرا بيوبيك اسبيريشن وفشلت في القسطره، يعني ما عرفتش اعمل قسطره واكيوت ريتينش، اكيوت يورين ريتينش، يبقى سوبرا بيوبيك اسبيريشن بلجا اليها في حالتين، اكيوت يورين ريتينشن وفيلير اوف كاسترايزيشن.
طب اعملها ازاي في حالات الطوارئ؟ يبقى الانديكيشن بتاعها الامرجنسيز، الامرجنسي فيلر اوف كاستريزيشن اكيوت يورين ريتينشن، ادي ايه الانديكيشن بتاع السوبرا بيوبك اسبيريشن. طب اعملها ازاي؟ هجيب نيدل، النيدل قدامنا اهي موجوده اهي، انسرتد الى انسرتد انتو بلادر، ادخلها البلادر خلال الانتيرو ابدومينال وول اباف سيمفيز بيوبس ويزاوت انترنج بروتينيال كافيتي، ويزاوت انترنج بروتينيال كافيتي. يعني هجيب الايه السرنجه بتاعتي والنيدل بتاعنا موجود وادخله في البلادر، ادخله فين؟ ادي السيمفيز بيوبس اهوت ماشي، وادي الانتيرو ابدومينال وول اباف ذا سيمفيز بيوبس، هدخل القسطره ماشي في اليورينال بلادر، وخلي بالي ما تدخلش فين؟ في البروتينيال كافيتي. نركز بقى، ادي اللي احنا بنقول عليها سوبرا بيوبيك اسبيريشن. ادي البلادر، البلادر. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.